اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام باللي انضمونا الان ببدايه فقرات صباح الرياضيه. راح يكون معنا زي ما حكيت انا وميسون بالمقدمه فقرات متنوعه كثير، راح نبلش بالحديث على بطوله مميزه جدا وهي بطوله البوتشا البارالمبيه. بشرفنا يكون معنا الان بالاستوديو رئيس نادي مادبا للاعاقه الحركيه الاستاذ عمر نجاده، اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا، ومدير النشاطات الرياضيه الاستاذ طه زياده، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيك، يعطيكم الف عافيه ومبارك انجاز بطوله غرب اسيا البارالمبيه الثانيه للبوتشا. شكرا لك. الله يسعدك استاذ عمر، خبرنا عن التجهيزات لهي البطوله كيف كانت. اولا انا اتقدم لكم بالشكر والتقدير على هذه الاضافه. اهلا وسهلا، وان شاء الله انه نستمر في مثل هذه البطولات باذن الله. بطوله غرب اسيا الثانيه للانديه للعبه البوشيا هي لعبه لشديدي الاعاقه من الشلل الدماغي، نعم، وأصبحت الآن هي الرياضة رياضة تنافسية وليس رياضة روحية. صحيح. وإحنا الآن المهم هو الدور الإعلام طبعا. الإعلام هو بالنسبة لنا مهم طبعا. الإعلام هو له دور رئيسي في نشر هاي الرياضة ومعرفة الجمهور بهاي الرياضات، لأن رياضة ذوي الإعاقة هي تحتاج إلى تسليط الضوء من قبل الإعلام حتى يكون هناك فكرة لدى المتابعين عن ما هي رياضة ذوي الإعاقة. صحيح. ولكن مع الأسف الشديد هناك في بعض التقصير بما يتعلق في البطولات التي تقيمها الأندية. نعم. هناك مشاركة واسعة من اللاعبين. بطولة غرب آسيا الثانية كان حوالي 40 لاعب. نعم. ومن مشاركة في 3 أندية من المملكة العربية السعودية. نعم. ولا بد من تسليط الضوء على هاي الرياضة. صحيح. حتى حينما نتحدث عن رياضة ذوي الإعاقة يكون هناك المتابع له دراية بهاي الرياضة حتى يكون لديه الفكرة الكاملة عن رياضة أصحاب ذوي الإعاقة. وإحنا عشان هيك متشرفين بتواجد حضراتكم معنا اليوم، هو شيء من تكريم معنوي للإنجاز اللي حققتوه، وبرضه هو تسليط الضوء من منبر إعلامي على هاي الرياضات المهمة الناس تعرف عنها زي ما تفضلت. عشان أعرف أكثر من أستاذ طه، تخبرنا أكثر على هاي الرياضة لو سمحت. الله يعطيكم العافية. طبعا أنا طه زيادة مدير النشاطات الرياضية في نادي مادبا، ولاعب منتخب كرة سلة على الويلشير 25 سنة، وإضافة مؤسس رئيسي كنت في لكرة القدم الشلل الدماغي في اللجنة البارالمبية، ومؤسس أيضا وناشر للعبة البوتشا عندنا هنا بالأردن. اللعبة هاي أنا كنت متوقع أنه التلفزيون يعني يعطينا بس للجمهور هيك مسج صغير يعني عن اللعبة هاي، بس كنه رح نعرض هلا تقرير من المشاركة بالبطولة. بس احنا حابين حضراتكم تعطوا الجمهور بشكل مباشر، يعني حضرتك أوكي. أقدر على توصيل الفكرة. طبعا طبعا هاي الرياضة أخي هي يعني اللي بمارسوها واللي بتنطبق عليهم الشروط اللي هم بيعانوا من الإعاقات الشديدة، الإعاقات الشديدة جدا. إحنا هذول الناس أخرجناهم من البيئة اللي هم فيها، لأنه هذول يعني على مستوى الأردن في عنا نسبة كبيرة من السي بي اللي هم الشلل الدماغي ما بمارسوا أي نوع من الرياضة. هاي الرياضة أوجدناها إحنا من أجل إخراج هذول الناس من البيئة اللي هم موجودين فيها، وحقق حققنا فعلا يعني بفضل الله وفضل النادي ورئيس النادي ان نغير من حياة هاي الناس، وخلناهم يشعروا انه في يعني وجه اخر لهذا العالم، مش انه انا موجود في هاي الحالة او هاي الاعاقة بتأدي لهذا الحالة اللي احنا موجودين فيها. بس الحمد لله بطولة غرب اسيا كانت كثير ممتازة، التنظيم التلفزيون الاردني الاماني يعني انه كان متواجد بشكل طيب المرة هاي في الافتتاح في الختام كان كثير موجود معنا. وتعرف احنا بدناش نضل نحكي دائما زي ما بنشوف على التلفزيون انه بدنا دعم وبدنا احنا بدنا بس من التلفزيون الاردني يعني ملاحظه بسيطه من الاخوان ومن مدير الاذاعه الدكتور ليثم بيضين انه يكون في هناك مسج صغير لو 10 دقائق ربع ساعه الشرع عن هاي اللعبه. نعم. بس الشرع عنها واليه التواصل مع الناس هاي اللي معنيين في هاي الرياضه. احنا قمنا هاي البطوله الحمد لله رب العالمين وكانت ناجحه بفضل الدعم اللي تلقناه طبعا من بعض الاخوان. نعم. ومن شركة نصيف المجذوبة اللي ممثلة في مديرها اللي هو الأخ أبو محمد، المهندس أكرم مفيد أبو فرحة برضو ساعد وساهم معانا. بس بدنا نطلع عن المألوف إحنا إنه هذول الناس بس نورجيهم للمشاهدين إنه شو الرياضة اللي عم بمارسوها. صحيح. الكل راح يستعد والكل راح يتجاوب معانا إن شاء الله ويتحمس في صحيح. إنه
يتواصل. بس بدي اوضح لحضرتك انه دائما احنا القناه الرياضيه بنحاول نوصل كل الرسائل اللي بتفيد لتوعيه الجمهور وتعريفهم بالرياضات المختلفه. نعم. وجود حضراتكم معنا هو احد اشكال دعم القناه الرياضيه لهي الرياضه، انه نعرف الناس على انه هاي الرياضه موجوده بل عم تحقق انجازات في البطوله. الحمد لله. اسمحوا لنا الان نشوف هذا التقرير اللي اعده زميلنا استاذ محمد قدري حسن. أوكي. مشكورا، منها بنعرف الناس عنه اكثر بعدين بنرجع. يلا العاد انا استعجلت في ان احكي لك عن المسألة. صيف اخت اللاعبه حنين نصيف المجدوبه، لاعبه في المنتخب الاردني للبوشيا. حنين مشاركه في البطوله الثانيه لغرب اسيا، شاركت برضه في البطولة الأولى لغرب آسيا سنة 2019 وحازت على الميدالية البرونزية، وشاركت في بطولة البحرين وحازت على الميدالية الفضية أيضا. معكم اللاعب خليل عيسى من نادي الأحساء من المملكة العربية السعودية، لاعب بلوتشيا بتصنيف البي سي 4، والحمد لله أحرزنا الميدالية الذهبية والمركز الأول في هذه البطولة المقامة على مملكة الأردن. الحمد لله البطولة كانت ناجحة على كل المقاييس، يعني جميع المنظمين ما قصروا الحمد لله، ونبارك للفائزين ونقول هاردك للخاسرين ويعطيكم العافية. طبعا بدنا نشكر زميلنا محمد قدري حسن مرة ثانية على هذا التقرير المميز، ومن خلال هذا التقرير احنا شفنا جانب من ممارسة هاي الرياضة من خلال هاي البطولة. كنا عم نحكي تحت الهواء مع حضراتكم انه الموضوع بده تركيز، هو مش مجرد يمكن كل شخص حسب قدراته المتاحة بيقدر يشوف الامور اسهل او اصعب، ولكن هاي اللعبة ضمن الامكانيات المتاحة والقدرات المتاحة عند الاشخاص المشاركين فيها هي بدها تركيز عالي. نعم. تفضل كنت تحكي معنا. طبعا هي زي ما ذكرنا في بداية الحلقة استاذ. نعم. عيد، انه هاي تصنف يعني كل لاعب على مدى قدراته الوظيفية في الحركة وفي قدرته للتركيز. نعم. يعني بيبدأ عنا من بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3 بي سي 4. عندما نحكي بي سي 1 هي مراحل، خلينا طبعا فئات أستاذ عيد. نعم. فئات يعني قدرات وظيفية، يعني ممكن بي سي 1 يرمي الطابلة هون، بي سي 2 يرمي الطابلة هناك، بي سي 3 أبعد. القدرات الوظيفية هي اللي بتخلي اللاعب يأخذ التصنيف اللي هو بنطبق عليه. نعم. احنا نوهت لكلمة هسه في أثناء الاستراحة اللي هي قضية اللعبة. اللعبة هي مش بس رياضة بنجيبه احنا عم بمارس رياضة، لا، الرياضة هاي للأشخاص هذولا إن كانوا من جنسين من البنات ومن الشباب، احنا بنخليهم في حالة من الحالة النفسية اللي هم فيها، بنجعل منهم ناس أبطال لهاي الرياضة. الخدمة المجتمعية اللي احنا عمالنا بنشتغل عليهم زي ما ذكرت هسه حنين نصيف البنت اللي موجودة معنا. صحيح. هاي بدها شوية تجهيزات شوية أمور، هاي بتروح بطلت عالم. نعم. يعني احنا ما نقلل من أهمية الناس. طبعاً. اللي عندنا الشباب هذول والأطفال اللي جبناهم احنا، زي ما ذكرت لك في قبل الكورونا أخذ الطلاب من مدرسة الشلال الدماغي في عمان. نعم. ومارسوا الرياضة هاي ولعبوا الرياضة هاي، فبعد شهر رحت على المديرة بحكي لها كيف الطلاب إن شاء الله مبسوطين، حكت لي كابتن في أولاد ما كان يقدر يمسك القلم صار يكتب، في ما كان يقدر يدز العرباي صار يدز العرب، أنا ما جبته درب يمسك قلم ويدز عرباي، أنا من خلال الرياضة والحالة النفسية اللي صار هو يستمتع فيه. لما كنت تعطيه ميدالية بطولة هيك، يعني نعمل جيمز كابتن وتعطيه ميدالية يروح ما ينامش طبعا من فرحة، فهاي الحالة كانت تنمي عنده الروح وإني أنا قادر أعمل وقادر أساوي. والناس هاي وطبعا أصحابي إعاقة إحنا، يعني أنا مركب طرف صناعي عارف الجرح اللي هم موجودين فيه، فاشتغلنا على الجانب المجتمعي بين الأسرة بين البيت بين المدرسة. ففي ولد ثاني معلش اسمح لي جبنا له كرة القدم، إيده مبتورة. نعم. إيده تشوه خلقي ما عنده إيد، عمره 12 سنة، جبناه من إحدى المدارس وإحنا ندربهم من خلال مركز الأمير علي لرعاية شلل الدماغ في اتحاد القدم. فالولد أول ما جبناه كابتن كان يخبي إيده. نعم. يلبس بلوزة طويلة زي الأيام هاي في تموز يضبضب حاله، لما جبناه صار يشوف وضعي كابتن أنا بدي ألعب، صرنا ننزله على المباراة، صار يلبس نصكم، صار لما يجيب الجول يرفع ايده المقطوعه صالح مع المبتوره، اتجاوز مرحله الاعاقه. نعم. احنا الناس هذول اذا جبناهم خليناهم يتجاوزوا مرحله الاعاقه ثق تماما ان بننقلهم نقله نوعيه، وهذا الهدف الاساسي عندنا في النادي ان ننقلهم لهذا الجانب. بجوز هذا من اهم اهم من الرياضه بالرياضه كلها. بالضبط. إنه انت مش بس ترفيهيا وترويحيا. نعم. انت بتلعب رياضه، انت بتاثر على حياته كلها، وهون لانه في بعض الامور اللي خلينا نحكي جسمانيا ما بيكون قادر يعملها ظنا منه انه ما
بيقدر يعملها، لما بيشارك بمثل هاي الرياضة بيتوقع بيشوف انه لا بيقدر يعملها ولو بشكل جزئي عنها 100%. نرجع لحضرتك استاذ عمر، عم نحكي احنا على النادي المميز طبعا برعايته لهاي الفئة المهمة، خبرنا اكثر عن النشاطات اللي انتم بتقدموا لهم اياها بعيدا عن هاي البطولة. احنا نمارس الان في نادي مادة بالعقل حركية لتعليم الاعضاء على الفسيفساء، لوحات الفسيفساء، والان هم من ابرز الفنانين بيعملوا لوحات فسيفسائية، لانه احنا حاولنا نجيبهم حتى ندربهم، الان دربناهم والان هم بيشتغلوا وبتقاضوا رواتب كويسة، وفي ناس اخرجناهم من البيوت كنا نسأل انه في عندكم اعاقة، يقولوا والله ما عندنا، فاكتشفنا انه في، اطلعناهم من البيت وجبناهم على النادي، فاصبحوا الان هم عنصرا فاعلا في المجتمع ما شاء الله ممتاز. يعني هاي النشاطات هي بالنسبه لذوي الاعاقه مهمه طبعا. اثنين، احنا الان قاعدين بنحضر خلال الشهرين القادمات الى بطوله لكره القدم للشلل الدماغي. ممتاز، عندنا فريق ممتاز، وان شاء الله راح يكون هاي البطوله هي بطوله دوليه. برافو. فهاي الامور كلها يعني حقيقه هي بحاجه الى تسليط الضوء الاعلامي، واحنا هون موجودين دائما ندعمكم. احنا والله يعني حقيقه ليس مجامل، احنا نقدم كل شكرنا وتقديرنا على هذه التغطيه المتميزه. نعم. ونتمنى احنا في المستقبل ان تكون لهاي الفئه يعني حصه حتى نعرف الجمهور ونعرف المتابعين للحركة الرياضية، لأنه حتى أنت تطلب داعم لهاي الأنشطة لابد من تعريف الجمهور الأشخاص والجمهور. نعم. يعني صحيح. عليها الآن إذا بدي أقول لواحد والله أنا عندي فريق لعبة بوشيا بقول لك إيش هاي البوشيا. صحيح. وعشان هيك إحنا دائما موجودين هون عشان نستقبلكم بأي نشاط أنتم بتقوموا فيه عمرك. وأي أي استحقاق قادم يا ريت تخبرونا عنه حتى إحنا نتشرف بتواجدنا. يعني اسمح لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل الجهات اللي ساهمت طبعاً في إنجاح هاي البطولة طبعاً. بداية من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اللجنة البارالمبية الأردنية، أمانة عمان، القوات المسلحة، الدفاع المدني، ونشكر أيضا معالي المهندس نضال حديد الذي هو رعى حفل الافتتاح. وبنتمنى أنه إحنا نرد ونكرر، نتمنى من الإعلام تسليط الضوء على رياضة ذوي الإعاقة، لأن أصبحت الآن هي رياضة تنافسية طبعا، ليس هي رياضة ترويحية على الإطلاق. صحيح، وهذا حق لكم طبعا، ودائما إحنا متشرفين بتواجدكم معنا في مجال. بس ثواني، في مجال للوقت فضل. بس أخي عيد، إذا في مجال يعني من خلال مدير المحطة الدكتور ليثم بيضين، إنه يعني باستمرار عمالنا بنشوف رياضات يعني يمكن الشعب الأردني ما بيعرفش عنها. صحيح. إحنا خلينا بس لو ربع ساعة 10 دقائق نبث هاي المباريات وهاي اللعبة، ومن خلالها نترك عنوان النادي بعض الأمور للنادي للتواصل معنا، لأنه في نسبة ناس كثير والله بحاجتنا طبعًا. وإحنا بحاجة لإلهم إن نجيبهم ونطلعهم، فأظن من خلال التلفزيون إن شاء الله إننا نقدر نوصل لها الناس هاي. أكيد رسالة كل مصطفى الدكتور ليث ان شاء الله، واحنا نشكركم على تواجدكم ومبارك هذا الانجاز. تسلم استاذ، شكرا لك. شرفتونا.